في بعض المشاكل يواجهنا اللي هي زي الدودة هذه زي ما تشوفوا تجي الفاكهة زي الطماطم وزي الدلاع وزي الفلفل دي هذا تدخل جوا وتخرب من جوا هي وهذا كله يعني يعتبر من نقص الإمكانيات. والدولة تلتفت بس للمواطن رق الريح تعاوننا شوية، نحن نبو الكهرباء يجينا ونبو الطرق وتوفرنا بعض المبيدات اللي هنا نحن مرات نمشي في 200 كيلو، تمشي 200 كيلو باش تلقى حاجتك اللي هي أنت بتكافح بها الأمراض اللي جن الخضروات. المبيدات الحشريه ما توفرت في الحكومه، لان احنا حتى تو في الحكومه مشارك جابت قيمه اللي جابتها قيمه محدوده جدا ما ولا، وحتى توزيعها كان غير عادل بصدق وامانه، ما عندناش حتى منها نتيجه هالحظر ونتيجه هالمشاكل اللي صارت في جائحه كورونا، ما توصلناش معاهم للاستفاده منها. العائق اللي واجه باراديس خليج سدرة هو أول حاجة المية، ثاني حاجة المشاكل متاعات المحاصيل الزراعية المعالجة متاعها معالجة البذور وهالأوبية اللي تصير في الهنيات، فهذه المشاكل متاعها لأن عندهم محاصيل مساكين أفسدت وحطوا رأس مال ماعادش حصلوا حتى نص رأس مال من دعوه. خطة الوزارة أنها تعالج في المشاكل الوقتية، مشاكل مثلا يعني توفير الأدوية، توفير الحبوب الزراعية، توفير اسمها السماد اليوريا، هذه تو قائمة عليها.